بسم الله. بدنا نحط علبة فطر، سلطة الذرة بالمايونيز، نحط علبة ذرة مسلوق طبعا كله، فليفلة قطع شرائح صغيرة، ربع ضمة عين جرادة صغيرة بقولوا له شبت، معلقتين ونص خل كبار، كوز لبن شمانة كامل، معلقة كبيرة ليمون تقريبا نص ليمونة، معلقتين سكر كبار. زكاوة هاي السلطة بالسكر والخل مع بعض. 4 معالق مايونيز كبار زي هيك، تقريبا نص المرطبان، نص معلقة صغيرة ملح. بدنا نخلل البصل، بدنا نجيب نص غطاية خل، نحط عليها معلقة صغيرة سكر، نفركهم منيح منيح ونخليهم هيك قدر نص ساعة شوي يدبلوا، بعدين نصفيهم ونحطهم على سلطة المايونيز. نص بدي احط فيه البصل والنص الثاني من غير بصل. هي البصل بعد ما عصرناه منيح منيح وخليناه نص ساعة مع السكر والخل، بنحركه زي هيك وندخلهم جوات التلاجة، كل ما قعد بالتلاجة وبرد تتجانس المكونات كلها مع بعض بيطلع طعمه طيب. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصلكم كل شيء جديد إن شاء الله.